للاعب كبير وحاليا مدرب قدير كابتن القدير طارق مصطفى. الفاول محمد اشرف على طول عرضيه خطيره راسيه متابعه هوبا التصويب والهدف الاول جول جوه الجول وهجمات وعمل كل حاجه. وفي المقابل فريق اف سي من الكره الثابته ومن الكره الطوليه بقدم محمد رضا دانا بقدم سعيد الصنبري وتالق كبير لقلب الدفاع ليش لمسه خطيره راسيه والهدف جوه جول جوه جول. اف سي يسجل الهدف العادل للبنك الاهلي ده في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع. من قبل الكوره دي بقول مهدي سليمان بيعمل واحده من افضل لقاءاته الموسم الحالي ضربه ركنيه خطيره انما يطلع يا ولد بنيامين بواتنج اللي جه من المنطقه الهجوميه استلام مره تاني مصطفى فتحي يلعبها عند محمد الشيبي محمد الشيبي عرضيه خطيره المره دي جول احمد سامي في الدقيقه 75 ادي العرضيه طلع اول مره بشكل كويس بواتنج ومصطفى فتحي اللي يعمل عرضيه بمعاونه محمد الشيبي التمريره من مصطفى فتحي والشيبي شالها حلو قوي. هنشوف الركنيه الثانيه اتلعبت مقواسه وادي جول بالكوره المرمى. بصوا حضراتكم الكوره اللي فيها سويرف وفيها لولبه وفيها كوره مقواسه جميله. تقنيه الفار بلا شك اضافت الكثير والكثير وادي كوره عند سالم خطير يا ولد يا سلام. لكن بص شوف الحكايه لكن مرة تانية في انطلاقات وفي محاولات ادي صادق عدى وفات بمهارة كبيرة جدا لمحمد صادق يغير اتجاه اللعب عند جوناسان كنترول وادي عرضية يا ولد يا سلام لكن هل في تسلل على جوناسان؟ هدف بالفعل احمد عاطف يعدل النتيجة اصدقائي في الدقيقة 35 عرضية من جوناسان لكن بص شوف حلويات صادق ومهارة صادق بالفعل متغطي تماما وجاي من الخلف للامام وتاني اسيست مين كده ركلة جزاء لمصلحة المقاولون العرب وهي ركلة الجزاء الرابعة اللي بيتم احتسابها للمقاولون العرب هذا الموسم بينما تم احتساب 7 ركلات جزاء على المقاولون. أوشايا وجنش وجها لوجه أصدقائي في رحلة بحث الذئاب عن تاني الأهداف وعن إدراك التعادل داخل أوشايا يا ولد أوشايا سجلها بمثالية كبيرة جدا. الركنية اتلعبت من شكري لكن مقطوعة للجونة تحولت من اللاعب أشرف مجدي إلى أيمن مكة مع انطلاقة مازن ياسر في اليمين. مازن محاولة دخول لمنطقة الجزاء أحد البدلاء اللي دائما ما يدفع بهم على عبد العال الله محمد بسام وتبتسم له الساحرة المستديرة 4 أمتار من تحريك الشباك والكرة لم تستجيب استجابت في هذه اللحظات من كرة ثابتة عملها البديل مروان بعد مكان بعيدة عن متناول حارس المرمى صبحي سليمان فعلها مروان عثمان من كرة أحمد كندوسي من كرة ثابتة أرسلها على قدم نادية المحلة قطعة ممتازة من عمرو السعداوي سند هات خد خطيرة اللمسة التصويب والهدف مش ممكن. القائم الأيسر يتألق ويمنع هدف التقدم للنادي المصري بقدم عمرو السعداوي والقائم يتألق انطلاق الامام محمود حماد عدى يلعب عرضيه راسيه متابعه خطيره والتصويب والهدف الاول جول 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 الهدف الاول هدف التقدم للنادي المصري بقدم سمير فكري طهر روعه الروعه على يمين محمود ماهر عشان النادي المصري يتقدم ويضرب الضربه الاولى المحله تماس ببلديه ترجع الشمال علاء يحيى عدى علاء باصه غير جيده قطع منتهى خطوره عمرو السعداوي والتصويب والهدف جوه جول تروح وتعدي على مين محمود ماهر عشان ابناء المدينه الباسله يعملوها تاني
المصري بقدم حسين السيد. تاسمة تانية، حسين فيصل، حسين بلمسة للأمام جميلة جدا جدا. عطى في مين تصل؟ أحمد عيد، خطيرة المحاولة والعرضية والمتابعة، هوبا التصويب والهدف، جوا جول يا سادة في الدقيقة 87 من نهاية المباراة. هذه العادة أحمد عيد، وهذه العرضية ثم المتابعة والتصويب الجميل. ممكن يكون أقرب، أدي وليد فرج مع الكورة المهاري، يلعب الكرة ناحية اليمين، أحمد بحراوي طلع وليد فرج، يا سلام يا سلام، حلوة الكورة، ممكن يلعب كرة عرضية، الله 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 الله، شوف الانطلاقة، هو اللي بدأها، هو اللي نقلها للبحراوي، قال له خد الوان هات لي التو عشان أحط الثري في المرمى، يا سلام تلاعب من ناحية اليمين وحط الكرة. ترجع تاني الكورة، لمسة لمصلحة نادي الداخلية من ناحية اليمين، انطلاقة عند زياد، زياد وجد المساحة، زياد وجد المساحة يلعب، يا سلام يا سلام، كيما بدي سدد خطيرة، جول 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 جول، أرض الملعب، شوف الإعادة، تحرر زياد، صنع زياد، سجلك يا